يبدو أن الحكومة العراقية ماضية بتنفيذ ما وعدت به حول حصر السلاح بيد الدولة، والدليل على ذلك إعلان وزارة الداخلية انطلاق عمليات حصر السلاح في مدينة بغداد تحديداً، كما كشفت السلطات الأمنية عن اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج جديرة بالاهتمام. كما أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد هو عمل إرهابي لا يتم التهاون معه على الإطلاق وعلى كافة الصعد. المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال إن التحقيقات وصلت إلى نتائج كبيرة ومهمة، وبعد اكتمالها ستعرض على المواطنين، لأن هذا الموضوع هو قضية رأي عام ومن حق الجميع معرفته. مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء أشار إلى حرص الحكومة على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، مشددا على أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية لسحب الدعم الأجنبي عنه. صحيفة الواشنطن بوست كتبت في مقال لها إن مايك بومبيو وزير خارجية أمريكا أحرج الكاظمي حينما طلب منه وضع حد لهجمات الميليشيات على السفارات، ووضعه في تحد صعب ولكن ليس إلى مستوى الانتحار السياسي. الصحيفة الأمريكية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يهاجم إيران إذا تسببت هجمات الميليشيات المدعومة من إيران بمقتل مواطنين أمريكيين، أما إذا قام رئيس الوزراء العراقي باستهداف الميليشيات الولائية كما يريد بومبيو فقد ترد إيران بقوة، ما يؤدي إلى انهيار نظامه السياسي الهش من الداخل بسبب قصر عمره. وتؤكد الصحيفة إن هدف بومبيو كان فقط دفع الكاظمي إلى أن يتبنى مقاربة أشد حيال الهجمات الميليشياوية ضد المصالح الأمريكية والأوروبية والعربية دون أن يصل إلى نقطة لا عودة، وليترك له مجالا في المناورة السياسية.